مباراة الريال مدريد وريال مايوركا في الجولة 20 من الدوري الإسباني. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل التطبيق زر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب الذي سوف يستضيف المباراة ملعب فيزيت مايوركا استادي. توقيت المباراة سوف يكون في الساعة 2 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، والساعة 3 بتوقيت القاهرة، والساعة 4 مساء بكل من توقيت قطر والسعودي والإمارات. أما بالنسبة للقنوات النقل المباراة، قناة بي ان سبورت وحيد الناقل الحصري للمباراة بتعليق خالد حادي، تجدون الرابط في صندوق الوصف بجودة فول اتش دي وبدون تقطيع. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصة الجرس على الكل لكي تتوصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضربكم موعد في موعد قادم.